الأهلي يتعادل مع الزمالك في الدوري بهدف دون لمثله ليصل للنقطة 41 بهدف صلاح محسن. موسمان اللاعبين سوف يستعدون على قدم وساق بدون راحة للمباراة الهامة المقررة السبت المقبل، وأنه يتطلع إلى تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات وعدم الارتكان على الإنجازات السابقة. موسمان الأداء غير ممتع بالتأكيد، والجماهير منتظرة العديد من الأهداف، ولكن الفريق حقق المستحيل وصنع إنجازات لم يحققها منذ 7 سنوات، والفريق جاهد وسعى إلى الوصول للبطولات الكبرى وحقق بطولة الدوري العام وكأس مصر وبطولة إفريقيا، بالإضافة إلى الحصول على البرونزية في كأس العالم للأندية، والفريق حصل على نقاط أكثر في دوري المجموعات هذا الموسم عن دوري المجموعات للموسم الماضي، وأن الجماهير تريد الحصول على عدد من الأهداف بالـ5 و6 أهداف، ولكن لم يوجد أي فريق في مصر يسجل كل هذا الكم من الأهداف. بات اللاعب جونيور أجايي جاهز للمشاركة المقبلة بدوري الأبطال بعد تعافيه من الإصابة.